السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج إشراقات قرآنية. خلاص عرفنا وتعودنا إن معنا ضيف حبيب إلى قلوبنا وقلوبكم جميعا، فضيلة الشيخ أحمد منصور شيخ مقرة الأزهر الشريف، سيدنا حياكم منور. الله، حياكم الله ورفع الله قدركم في الدارين في الدنيا والآخرة. فتح الله لك يا سيدنا، رفع الله قدركم وبارك الله فيكم. طبعا مشاهدينا الكرام، عندنا آية بنتكلم فيها عن كيفية قراءة الآية من خلال قراءة سيدنا الشيخ أحمد منصور، وبعد كده بنتكلم على اختلاف القراءات عن حفص في هذه الآية وعبر وعظات، ونتعلم ماذا نتعلم من هذه الآية. سيدنا، آية الحلقة من سورة النجم من قول الله: أفتمارونه على ما يرى. تمام، إن شاء الله نستمعها بصوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ما شاء الله عليك سيدنا، ربنا يرفع قدرك. إيه اختلافات القراءات عن حفص؟ هنا الخلاف في قراءة أفتمارونه. تمام، يقرأها حمزة الكسائي أفتمرونه. نعم، والحديث هنا عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حديثة الإسراء والمعراج، فأخبر الناس بها، فكان موقف الكافرين منه الموقف المعتاد، وهو التكذيب والمجادلة. نعم، والله سبحانه وتعالى عبر عنهما هنا فقال أفتمارونه، وهذه هذه قراءة الجمهور. نعم، أفتمارونه يعني تجادلونه. نعم، وفي فرق كبير كما بين السماء والأرض، ما بين النقاش والجدال. نعم، فالنقاش طرح موضوع تؤخذ فيه أفكار الناس، وكل واحد يدلي بدلوه لغرض الاستفادة. نعم، والانتفاع. أما الجدال فهو محاولة إقناع صاحب كل رأي برأيه. نعم، مع التشبث به. نعم، وعدم التنازل عنه، يعني فيه ضمنيا تكذيب لرأي غيره وتثبت على رأيه. وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان. بل وإن المراء يعني هو يعني زي ما يقولوا كده أظهر في معنى التكذيب من الجدال. نعم، لذلك اختاره الله، وكان ممكن يقول أفتجادلونه. نعم، مش هيستعصى عليه، لكن اختار هذا اللفظ لأنه أظهر لمعنى التكذيب. فالمراء دائما تكذيب، مجادلة مع إرادة التكذيب. نعم، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن مراءهم الذي مروا به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إنما غرضه التكذيب. لذلك ألف قراءة أفتمرونه يعني تجحدونه، يعني تكذبونه. نعم، فهنا ثبتنا على هذا المعنى أنهم ما جادلوه إلا ليكذبوه فقط. مش باب حتى الجدال الحميد إن هم لا خالص، يعني جاب لنا المعنى الذي لا يشتبه فيه. نعم، طيب هو كان المراء على إيه تحديدا؟ على ما يرى. هو رأى إيه عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. هنا قالوا ولقد رآه نزلة أخرى، واختلفوا في هاء الضمير. هنا اختلف المفسرون في هاء الضمير، والخلاف الأول أن الذي رآه هو جبريل، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله سبحانه وتعالى. صورة حقيقية لسيدنا جبريل. صورة حقيقية. وكانت هذه مرة من اثنين. نعم، المرة الأولى اللي هي كانت فين؟ كانت بعد فتور الوحي، والحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بين أنا أمشي، بين يعني بينما، بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. يعني ايه صوتا من السماء؟ كأن حد بيناديه يا محمد، بس الصوت جاء من فوق. نعم، جاء من تحت. نعم، مش من الأرض. قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، أشوف إيه اللي بيناديني من فوق ده، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. حاجة يعني الواحد رهيبة، شايف حاجة كده يموت فيها والله. سيدنا النبي هو أشجع الرجال وأكملهم بدنا وذهنا. نعم، مع ذلك ارتعب. نعم، قال فرجعت فرعبت منه. نعم، فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المزمل، فحمي. نعم، الوحي وتتابع. نعم، فهذه المرة الذي رآه فيها على هيئته التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها، ودي كانت المرة الثانية. نعم، ولقد رآه أي رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم، يبقى هم بيكذبوا في رؤية جبريل، وهم كلهم يعرفوا من جبريل. نعم، بل إن اليهود كانوا يعرفون جبريل عليه الصلاة والسلام ويكرهونه، لأنه هو دائما هو اللي كان جاي بأمر إهلاكهم. نعم، لأنه هم يعني
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببنا في رسله وملائكته، آمين، وأن يضع ويزرع وقارهم في قلوبهم، آمين. فشاهد إيه؟ يبقى الرؤية دي رؤية جبريل. المعنى الثاني أن هنا عائدة أو معبرة، بلاش عائدة دي، معبرة عن الملك سبحانه وتعالى. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله. نعم. عند سدرة المنتهى. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث مروية صحيحة عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فقال نور أن أراه. نعم. يعني ما شافوش يعني. فقيل إنه يعني شغل بصره بنور الله عن رؤيته. نعم. وقيل في سؤال آخر قال لما سئل هل رأيت الله، قال رأيت نورا. نعم. فالشاهد هنا اختلف العلماء، هل رأى الله بقلبه فقط؟ نعم. أم رآه بعينه؟ رأي عين. وإن نعم. رآه بعينه هل رآه أم رأى نوره؟ نعم. فهذا محل خلاف بين العلماء. لذلك الشيخ ابن الجزري رضوان الله عليه له قصيدة مشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو سائر في طريقه إلى الحج، فقال من ضمن ما قال مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تك خير خلق الله طرا، رأى الله المهيمن وقت أسري، فإن بالقلب قيل مقول صدق، وإن بالعين قيل مقول حبري، وقد سمع الكلام بلا حجاب وخص بذا المقام، فأي فخري. الله. يعني إن كان رآه بقلبه فهذا قول الأئمة، وإن كان رآه بعينه فهذا قول علماء. نعم. فبأيهما كان سواء. نعم. رآه، المهم أنه رأى. ده حتى بمناسبة الرؤية دي. نعم. الشيخ الحسن البصري رضوان الله عليه كان يقول إيه عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لنا نعل نعل بذكره. نعل. لنا نعل نعل. قالوا إن كان الله سبحانه وتعالى كلم موسى عند طور سيناء. نعم. وقال له اخلع عليك، فإن الله كلم سيدنا رسول الله عند سدرة المنتهى ولم يأمره بخلع نعل. نعم نعم نعم. فده مقام أعلى، شوف. نعم. ارتقى به إلى مقام. نعم. لا يضاهى. نعم. وكذلك ما أمروش أنه يخلع عليه. نعم. فطلع بالنعل ده فوق الخلق كله. نعم. لأنه ما كان ما يتوصل. جميل جميل التشبيه. فقال لا نعل نعل بذكره. نعم. فألم تكن خير خلق الله طرا، رأى الله المهيمن وقت أسري، فإن بالقلب قيل مقول صدق، وإن بالعين قيل مقول حبري، وقد سمع الكلام بلا حجاب وخص بذا المقام، فأي فخري. نعم. فنصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. نعم. وده حال سيدنا أبو بكر الذي ظهر منه لما نقلوا له، فقالوا له إن محمدا يقول كذا ويزعم أنه مش عارف إيه أسري به على طول كلام طلع، إن كان قال فقد صدق. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى تكلم في حق النبي وفي حق أبي بكر فقال والذي جاء بالصدق، يعني محمد، وصدق به وأبو بكر أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. الله الله. يعني لهم ما يشاءون وما يتصورون وما لا يتصورون. نعم. فالتصديق، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبتغى الإيمان. نعم. كمال الإيمان وكمال الإسلام هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكرمنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا بأن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراه الله لنا في آياته وفي الإخبار عنه، ورأيناه في سنته وفيما وصحيح ما روي عنه، فالحمد لله على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يريدنا حوضه، فإحنا اللي فاضل لينا المنقول عنه، ونتبع بقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وننتهي عما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وده من باب التصديق أيضا. صحيح. ده مبتغى التصديق. نعم. ما هو انت التصديق ده ليه ظواهر. نعم. وكل واحد يقول أنا مصدق. طب متصدق اعمل، خلي العمل هذا هو ظاهر التصديق. صح. فإن صدقته عملت بما جاء به. صح. نعم. خدت بالك ازاي؟ فالفائدة هنا فائدة عقدية. صدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديق غير مكذب، واجعل عملك مصدقا ظاهرا. نعم. من ظواهر التصديق. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال والذي جاء بالصدق وصدق به، الشيخ سيدنا أبو بكر لما ربنا يتكلم عنه في الآية، لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة، فباب للصائمين وباب لكذا وباب لكذا وباب لكذا، وسيدنا أبو بكر يدخل من كل هذه الأبواب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحد يدعى من كل هذه الأبواب؟ قال نعم.
وعساه ان يكون ابا بكر. وفي اظن في روايه وهو انت. ايوه صحيح. اظن يعني. يعني ما هو عساه دي توكيد خاص. نعم. فالشاهد انه يعني هو مفعال لكل خير. ظواهر الايمان باديه على جوارحه وفي حاله وفي قاله. وحاله هو التصديق. نعم. مش قاله بس، وانما البدايه القال والظاهره الحال. نعم سيدنا، اظن احنا مش محتاجين فوائد، احنا اتكلمنا على الفوائد كلها ونحن وحضرتك بتتكلم يعني. طيب سيدنا نستمع للايه. نعم. بقراءه مخالفه لقراءه مخالفه لروايه حفص. بسم الله الرحمن الرحيم. افتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزله اخرى عند سدره المنتهي عندها جنة المأوي. بارك الله فيكم سيدنا ورفع الله قدركم في الدارين. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي واللي مشرفني دائما فضيلة الشيخ أحمد منصور حبيب قلبي، بارك الله فيكم سيدنا وفيكم شيخ من قراءة الأزهر الشريف. تسلم يا مولانا، جزاك الله خيرا. قبل الله من منكم صالح الأعمال. وأدام الله فضلكم. آمين وإياكم سيدنا، رفع الله قدركم. في يعني أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وبإذن الله تعالى انتظرونا في الحلقة القادمة مع سيدنا الشيخ أحمد منصور. إلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.